لو أوتي للشعب المغربي أن يعود القهقرة بالزمن 7 سنوات قبل اليوم لحذف بلا هوادة هذه السنين العجاف من تاريخه المعاصر الذي سلم فيه رمة البلاد لمن خطبوا وده باسم الدين بخطبة فضفاضة كانت أوسع من قدرتهم على تحقيقها. ولو ظن عنفوان الشباب الذي هب في المغرب من كل فج عميق وكادوا أن يقفوا به على هضبة الديمقراطية أن استدارة البي جي دي أسرع من نقصان الفعل كاد، وأن خطاهم كانت مشاءة نحو الكراسي بانتخابات تلت تلك الاحتجاجات التي لم يكن فيها المصباح مضيئا إلا كإضاءة القنديل في وضح النهار، لاختاروا مغرب الأمس بعلله على مغرب اليوم المشوهة معالمه. 7 سنين عجاف من عمر حكومة كانت فترتها متوجة بمشاريع غير واضحة وأجندة سياسية منعدمة تتناص بسخرية القدر مع بيت محمود درويش الذي نصادف ذكرى رحيله. هو اللاشيء يأخذنا إلى لا شيء، هو اللاشيء يأخذنا إلى لا شيء، حدقنا إلى اللاشيء بحثاً عن معانيه فجردنا من اللاشيء شيء يشبه اللاشيء، فاشتقنا إلى عبثية اللاشيء فهو أخف من شيء يشيئنا.